زار وفد من غرفة تجارة وصناعة دهوك محافظة نينوى والتقوا بمحافظها عبد القادر الدخيل، وجرى خلال الزيارة بحث ملف تنظيم الحركة التجارية بين دهوك والمحافظات الأخرى، وخصوصا المشاكل التي تواجهها مركبات الحمل الكبيرة أثناء دخولها من سيطرة السد تجاه الموصل. ويذكر أن هذه الزيارة تأتي بعد زيارة وفد من نينوى إلى غرفة تجارة دهوك قبل مدة لبحث جملة من الملفات. اليوم التقينا مع السيد محافظ الموصل مع وفد من غرفة تجارة وصناعة دهوك بهدف تنظيم الحركة التجارية بين دهوك والمحافظات الأخرى. أعتقد أنتم تعلمون بأن المشاكل الموجودة في السيطرات سد الموصل و البضائع اللي يدخل عن طريق هذا السد يتحقق المنافست ويتأخرون الحركة التجارية، وهناك طابور كبير من التريلات واقفين في السيطرة يتوجهون إلى محافظات الأخرى. فنحن نبحث عن حل لهذا الموضوع مع المسؤولين في مدينة الموصل. بصفتنا أعضاء غرفة تجارة وصناعة دهوك، اعتبرنا من الضروري زيارة محافظة نينوى، ولقد لقينا ترحيبا حارا من قبل محافظها. هدف الزيارة التعرف على المشاكل التي يواجهها التجار عند مرورهم بنقاط التفتيش، وقد أبدى المحافظ استعداده الكامل لحل هذه المشكلات. تم تحديد موعد لعقد اجتماع يحضره ممثلون عن غرفة تجارة دهوك ونينوى والجمارك، وذلك للوصول إلى حلول للمشاكل التي يعاني منها تجار إقليم كردستان عند مرورهم بنقاط تفتيش الموصل، والتي قدموا بشأنها شكاوى للإقليم، وقد وعدنا المحافظ بالعمل على حل هذه القضايا.